بس نصبر شوية، بقية زملائكم بسم الله الرحمن الرحيم. فمرة أخرى يعني السؤال الذي يطرح نفسه وتم صياغته بطريقتين، هل فرض الضريبة على الشعير بهذه الحالة أدى إلى يعني خسارة بالمنفعة أكثر مما يجب، أكثر مما يلزم لجمع هذا الإيراد الضريبي؟ أو يمكن طرح السؤال بطريقة أخرى، هل يوجد طريقة أخرى تمكننا من يعني جمع هذا المبلغ أو هذا الإيراد الضريبي وجعل المستهلك يعاني من خسارة بالمنفعة أقل من هذا المستوى؟ إذا كان الجواب هون أو هون نعم، إذا حتما التاكس شو مالها؟ لها اكسس بيردن. طيب بقول حتى نقدر نجاوب على هذا السؤال لابد أن يعني نجد مقياس بالدولار أو بالدينار، يعني بغض النظر بس إنه يعني مقيم بقيمة نقدية. الدولار إكويفالنت نقيم يعني بالدولار الخسارة التي يتحملها المستهلك إذا انتقل من وين؟ من اندفرنس كيرف لاندفرنس كيرف. يعني هذا إحنا الحكم عنا، أنا موجود أو هذا المستهلك موجود على هذا المنحنى، الآن بسبب فرض الضريبة انتقل إلى منحنى آخر، هسه نتيجة انتقاله للمنحنى الآخر سيترتب عليها ماذا؟ دفع ضريبة للحكومة. بس الآن نشوف يعني ما هي الخسارة التي يتحملها هذا الشخص إذا انتقل من هذا المنحنى إلى هذا المنحنى مقيمة بماذا؟ بالدولار أو بالدينار، ونقارنها مع الإيراد الضريبي. تمام؟ هاي هي الفكرة. طبعا الجواب أكيد واضح إنه يعني الخسارة ستكون أكبر وسيكون عندنا إيش؟ ما يسمى إكسس بيردن. خلينا أورجيكم إياها الرسمة وبنرجع للشرح هسه بالتفصيل، بس حتى يكون في عنا يعني تصور. الآن GE2 يمثل ماذا؟ الإيراد الضريبي. هسه ME1 وهو يعني أكبر من GE2، وكيف بثبت لنا؟ يعني مش بس إنه بالشكل مبين عنا، بيجي بقول إذا قارنا ME3، أنا قلت ME2 بالغلط، ME3 إذا قارناها مع GN راح تكون نفس الإشي. ليش مع GN؟ لأنه الخط الميزانية هذا الـ HI هسه راح أقول لكم شو هو، هذا موازي لمين؟ للخط الأصلي للـ AD. فإذا هذا الفرق وهذا الفرق نفس الإشي، فإذا قارنا هذا الفرق مع هذا الفرق أكيد هذا الفرق أكثر، فإذا يعني الضريبة فيه لها عبء إضافي ممثلا بماذا؟ بهذا الطول NE2. الآن خلينا نشوف إيش قصة هذا يعني المنحنى الجديد أو خط الميزانية بالأحرى اللي هو الـ IH، إيش قصته وليش يعني اعتبر أنه انتقال موازي للـ AD وليس انتقال وليس دوران، يعني وليس روتيشن. طبعاً الشغلة بسيطة جداً، بس خليني يعني هيك شفتوها الرسمة نشوف هنا إيش معنى الـ Equivalent Variation وكيف يقاس. فزي ما قلنا الآن بده يلاقي طريقة إنه يعني يحول الخسارة التي يتحملها أو يعاني منها هذا المستهلك بانتقاله من indifference curve إلى indifference curve أقل منه باستخدام الدولار أو مقيما بالدولار. واحدة من أهم الطرائق لذلك أو الطرق ما يسمى الإكويفلنت فاريشن، الاختلاف المكافئ، يعني هيك ممكن ترجمتها بالعربي، ما بعرف بالضبط إيش هو، ولكن هي عبارة عن إيش؟ A change in income. التعريف مهم طبعاً. That has the same effect on utility as a change in the price of a commodity. ما معنى ذلك؟
الآن لما فرضنا الضريبة إحنا غيرنا بسعر السلعة، فبالتالي البجت لاين كلياته صار في له روتيشن، وصار في عندنا يعني نقطة توازن جديدة اللي هي التانجنسي ما بين الاندفرنس كيرف الجديد والبجت لاين الجديد. الآن الإكويفلنت فاريشن، هسه التغير الأول اللي حكيت عنه تغير سببه ماذا؟ السعر. الآن من هنا بنسميه إكويفلنت فاريشن. الإكويفلنت فاريشن بدي بدل ما أغير السعر أغير من الدخل. أنا زدت سعر سلعة، فبالتالي يعني أصبح ما يمكن شراءه من هذه السلعة أقل. طيب كيف ممكن أعمل تغيير مكافئ إني أقلل من ماذا؟ من دخل المستهلك. فإذا الآن بسحب منه دخل، هذا معنى a change in income that has the same effect on utility، بحيث يكون له نفس التأثير على اليوتيليتي. إيش معنى له نفس التأثير على اليوتيليتي؟ إني أظل موجود على نفس ماذا؟ الاندفرنس كيرف الجديد. فلاحظوا يعني شوفوا كيف الرسمة. بالمناسبة في جزء من زملائك الحاضرين هذا شرحناه هذا الفصل تماماً بنظرية الاقتصاد الجزئي، كان الموضوع اسمه lump sum principle. فالآن شوفوا هذا الخط الشوي فاتح هذا اللي مسميه IH، هذا موازي لمين؟ زي ما قلنا للـ AD. يعني الآن هو خفض من مقدار الدخل لهذا المستهلك. تخفيض الدخل شو بعمل؟ خليني أذكركم ببعض يعني القضايا الأساسية من نظرية المستهلك. الآن إذا كان عندي هكذا مثلا هذا خط ميزانية، مش اتفقنا إن هنا بقيس أنا ماذا الدخل، يعني أقصى ما يمكن استهلاكه من هذه السلعة. كيف بقيسها؟ هنا بحكي I على، إذا بحكي على الكورن PC، هنا إذا بحكي على البارلي I على PB. الآن إذا قللت الدخل كلا المقطعين شو ماله؟ سيقل. مش زي الحالة هاي الأولى، هنا هذا ما صار في إيش المقطع، هنا التغيير صار عندي. فإذا شو بصير عندي؟ parallel shift، بصير في عندي انتقال للأسفل. ماله؟ ليش قلنا parallel؟ موازي. إذا الميل السلوب هون وهون نفس الإشي، بس شو تغير عندي؟ المقطعين. فإذا هذا أول إشي، قللت دخل المستهلك. لأنه إيش هدفي أنا؟ بدي أشوف يعني إنه إذا قللت دخله فبالتالي تقل المنفعة، بس بدي إيش؟ تقل المنفعة مقارنة بماذا؟ بإي واحد، بس بدي أخلي نفس المنفعة اللي بحصل عليها لو تم فرض ضريبة. طيب شي هي المنفعة؟ معناته أنا بدي أخليه على نفس ماذا؟ الاندفرنس كيرف هذا اللي أنا مسميه II. فإذا لابد إنه الخط الميزانية لما أنقله بشكل موازي، هذا الخط الفاتح IH موازي لمين؟ لAD، إنه يكون أيضا تانجنت لمين؟ للE3، أساس أضمن إني ظليت أنا يعني أو ظل هذا المستهلك يحصل على ماذا؟ على نفس اليوتيليتي. ما هي مش أي نقطة موجودة هون على هذا الخط تعطي نفس المنفعة؟ هذا أنا اللي بدي إياه. فإذا الآن الإكويفلنت فاريشن بحالتنا هاي تعني أن أخفض، خلينا بس أمحي هذا، إيش تعني؟ إني أقوم بتخفيض لماذا؟ لدخل المستهلك the amount of income we would have to take away from Ruth before the barley tax was levied. يعني بنفترض إحنا أنه خفضنا الدخل قبل إيش؟ ما يتم فرض الضريبة، to induce her to move from 1 to 2. فخفضنا الدخل أكيد يعني ينخفض مستوى اليوتيليتي، وستنتقل من الاندفرنس كيرف 1 للاندفرنس كيرف 2. طيب إذا
الإكويفالنت فاريشن إيش ممكن نعرفها أو ماذا تقيس بالأحرى؟ هاي عرفناها، عرفناها هون وهون عرفها، ولو أنه يعني بشكلين مختلفين بس نفس الإشي. A change in income that has the same effect، يعني تغيير بالدخل له نفس التأثير على ماذا؟ على المنفعة. As a change in the price of commodity، كما لو أو يعني تأثيرا مماثلا لتأثير التغير بالسعر الذي سببه طبعا ماذا؟ فرض الضريبة. فهنا بقول the amount of income we would have to take away from Ruth to induce her to move from one to two. ماذا يقيس الآن equivalent variation؟ هاي النقطة المهمة. The loss inflicted by the tax as the size of the reduction in income that would cause the same decrease in utility as the tax. بمعنى هو يمكنني من قياس ماذا؟ الخسارة الإضافية مقارنة ب يعني ما سيتحمل المستهلك في حال فرض الضريبة. في عندي ضريبة وفي عندي كلفة إضافية. الكلفة الإضافية من خلال ماذا بقيسها؟ زي ما حكيت لكم قبل شوي، من خلال equivalent variation. هذا الطول بمثل لي ماذا؟ equivalent variation. دائما وأبدا عشان ما أنسى يعني شو بدي أعمل، بقول أول إشي عندي هذا خط الميزانية. الآن بدي أميز ما بين خطين جداد. الخط الجديد هذا الغامق اللي هو الروتيشن، هذا بسبب فرض الضريبة. الآن بصير في عندي ماذا؟ اندفرنس كيرف جديد. هنا الـ يعني النيو بندل اللي هي ما سيستهلكه أو الكميات يعني الجديدة من الاستهلاك. الفرق هذا سيمثل لي ماذا؟ الضريبة. ليش؟ لأنه زي ما حكينا هذا يعني التغير سبب الضريبة، فإذا هذا الفرق يمثل الضريبة. الآن لما أجي بدي أشوف الإكويفالنت فاريشن بقلل دخل المستهلك، تقليل الدخل رح يسحب يعني يعمل شفت للأي دي لوين؟ من أي دي إلى اتش آي، ولازم يكون إيش ماله؟ تانجنتلي آي آي. هسا هذا الطول يمثل الإكويفالنت فاريشن اللي هو عبارة عن إيش؟ يعني ما سيتم تحمله بسبب فرض الضريبة، العبء الزائد. هذا لهون المفروض أنه يكافئ ماذا؟ زي ما قلنا قبل شوية جي أم. هذا الطول كله أم إي 3 هو جي أم. طيب إذا وطبعا جي أم إيش يساوي؟ آسف، جي أن يساوي أم إي 3، وجي إي 2 ماذا يمثل؟ الضريبة. فإذا الفرقية بيناتهم اللي هي إي إن 2 ماذا ستمثل؟ اللي هو الإكسس بيردن. فلاحظوا هون هذا equivalent variation، هذا tax revenue، والإي 2 إن هي عبارة عن إكسس بيردن. فإذا the vertical distance، هذا آخر إشي عشان بعدها في عندي محاضرة. The vertical distance ME3 اللي هي هاي is the equivalent variation of the barley tax، يعني ما يسمى التغيير المكافئ للضريبة، هيك يعني ممكن ترجمها بالعربي. الآن روث هاي المستهلكة is indifferent between losing ME3، ما بفرق عندها هي إنها تخسر ME3 أو أن ماذا يعني يتم فرض ضريبة عليها. ليش هي indifference؟ لأنه سواء يعني خفضوا دخلها وبالتالي انتقلت لهون، أو بسبب فرض الضريبة انتقلت لهون، على جميع الأحوال هي إيش؟ على نفس indifference curve. مشان هيك بتقول she is indifferent. The excess burden، هذا العبء الزائد الـ E2N، هو عبارة عن الـ difference between الـ equivalent variation، الفرق ما بين الـ equivalent variation وماذا؟ الضريبة. فإذا لا شك أنه
يعني فرض الضريبة بهذه الحالة أدى إلى ماذا؟ إلى تكلفة زائدة. ومنشوفكم بكرة بإذن الله تعالى بالامتحان ونستكمل